وحيد يرافقه مرض السرطان في هذه الغرفة، فبعد رفضه مرات عدة من قبل الاحتلال لتلقي العلاج غير المتوفر في القطاع، سمح له بالعبور لمستشفى المطلع بالقدس المحتلة، ليتفاجأ برفض استقباله بالمشفى بحجة عدم دفع السلطة الفلسطينية ما عليها من استحقاقات مالية تراكمت، ليعود أدراجه دون بصيص أمل، كأنه كتب عليه السجن حتى الموت كما يقول. لو أن في سجن ما صارش فينا هذا اللي بصير فينا قاعد في غزة، أول حاجة 8 مرات تحولت على مستشفى المطلع، مرة رفض من الاحتلال الإسرائيلي، مرة العلاج غير متوفر في مستشفى المطلع، يعني هو المرض وكمان فيش علاج. طب إحنا إيش بدنا نعمل؟ وين نروح؟ لمين نلجأ؟ مستشفى المطلع بيقول لك في مشاكل بيننا وبين وزارة الصحة على الفلوس، وإحنا طب إحنا كمرضى إيش ذنبنا؟ إحنا أنا كمريض بدي أتعالج. مستشفيات غزة التي تفتقر لأدنى المقومات الطبية تضم بين جنباتها 90 مريض سرطان من بين كل 100,000 مواطن لا يوجد لهم أي علاج. معاناة مستمرة لمرضى السرطان، نحن نحاول أن نفتح العديد من الآفاق مع المستشفيات الداخل المحتل سواء في القدس أو في الضفة المحتلة أو مع جمهورية مصر العربية، إلا أن هذه الإجراءات قد تطول على بعض المرضى وتؤثر على صحتهم، وبالتالي نحن نطالب بأن تكون هناك خدمات كاملة لمرضى السرطان في قطاع غزة. ورغم استلام السلطة الفلسطينية جزءا كبيرا من أموال المقاصة التي كانت قد أوقفت بسببها دفع ما عليها للمستشفيات، إلا أنها تركت مصير هؤلاء المرضى مجهول. ناشد وزارة المالية وناشد رئيس الوزراء دكتور محمد شتية أن يسارع إلى حل هذه المشكلة، لأننا نتحدث أيضا عن مستشفيات هي ربما ما تبقى للفلسطينيين من مؤسسات في القدس، هي آخر يعني القلاع الباقية. لماذا نسمح بتهديد وجود هذه المستشفيات وفي الوقت نفسه نهدد حياة مرضى السرطان خاصة الذين يحاولون للعلاج بالخارج؟ خطر سيبقى يهدد حياة مرضى السرطان في غزة الذين وجدوا أنفسهم بين سندان المرض ومطرقة انعدام علاجهم إن لم تدفع السلطة الفلسطينية ما عليها من أموال للمستشفيات. معاناة مرضى السرطان في قطاع غزة تتفاقم يوما بعد يوم، وربما يزداد الأمر صعوبة مع استمرار عدم دفع السلطة الفلسطينية ما عليها من استحقاقات مالية للمستشفيات التي يتم تحويل مرضى القطاع إليها في الضفة الغربية والقدس المحتلة. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.